شفنا حقائق اللي احنا عندنا حق فيها انه نتعتاو برسالنا ونتعتاو باخلاقيات اللي تختلف عن الاخلاقيات اللي تمارست على حقائقنا على ذاكرتنا. لا نشايطو ولا نخبيو الحقيقه. ما عندناش خصومه مع احد، لا زاهي بورقيب ولا زاهي بن يوسف ولا على الفريق اللي قاد الاستقلال، ولا عندنا مصلحه باش نقللوا من اللي قاموا به ومن قيمه اللي قاموا به. صارت معارك مع فرنسا، فرنسا ما خرجتش بسهوله يا جماعه، ما خرجتش بسهوله. صارت حروبات، دمومات سالوا، شهداء ضحاوا، فما ناس حياتها دمرت. هذا ما نستهلوش به، وخلينا نكبروا كل من قام بأي جهد كان لكي تنمى البلاد تستقل. سؤال مطروح وطرحته لنا سيد عبد الجليل، ونحن نشكرك لحاجة أنك قمت بها وكان مطلوبة بشكل طبيعي. لكن فما شغل حول قضايا تاريخية اللي نعملوا كما أنت تفضلت اليوم، جمعت الناس وريق الرجال حتى متعرفش باش يعرفوا شنو اللي صار لنا. ومجرد انه يصير الجدل تبدا بشوي تكتشف الحقائق. اذا كان احنا نحب نعالجوا القضايا اللي تهم تاريخنا كما ذكر سي صافي سعيد قبيله، بهي ملك خاص لفئة تدعي هي تصنع التاريخ، وإلا هذه تطرح في الساحة العمومية والموضوع هي التوانسة الكل. التوانسة الكل عندهم الحق باش يخوضوا في هذا الموضوع بالطبع بالاستئناف الخبراء اللي هما عندهم آليات وتقنيات قراءة الوثائق التاريخية. دونك مرة أخرى هنا جينا نستطيع حساب حتى حد، نحبوا نعرفوا الحقيقة، هذاك شنو حبوا نعرفوا. نحب نمشي قبل كل شيء، ثم حاجتين باش نقولها، الحاجة الأولى اللي يتم عودة الهيئة، والحاجة الثانية شنو اللي اكتشف الهيئة وبأي مناسبة اكتشف. الهيئة مؤسسة دستورية، حتى كان برشا ناس مادا بيهم ما تكونش دستورية، مكتوب القانون في الدستور، فصل 148. علاش دستورية؟ قال سي صافي سعيد نتاع العداله التقنيه ما انتصرتش لانه تم ثوره مبادره او بما يعني ذلك. سي صافي انتصر ثوره واكبر دليل على ذلك وجود القانون هذا اللي حصن المسار، هو اكبر دليل انه صارت ثوره وعندها مكاسب. اما توا المطروح انه ضرب هالمكاسب هذه، هو المطروح. شو تقول هالمكسب هذا؟ يقول لك هالهيئه هي دورها كشف الحقيقه، كشف الحقيقه. علاش حشنا بها الحقيقه؟ على خاطر هي اللي باش تعطي وتمهد الامتلاك هذا التاريخ اللي نعرفوه. التاريخ نعرفوا كيفاش باش نبنوا مستقبلنا، كي ما نعرفوش ونمشيو على الالغام ما نعرفوش شنو لازمنا نعملوا. وبالطبع تصير التلاعب بمستقبل هذا الشعب والاجيال بشكل انه اللي عنده اكثر معناها بوق باش يوصل به هو اللي عنده الحق. ابواب هي اللي عندها الحق، مش التاريخ المؤرخين الناس اللي عندهم اليات كشف هذه الحقيقه. كشف الحقيقه هو الحقيقه هي حق من الحقوق الاساسيه تاع حقوق الانسان تاع المجتمع الدولي الكل. وتونس تسابقت من جملة الدول على اتفاقية الحق في الحقيقة. راهي ثم اتفاقية وقع مسابقة عليها في 2010 اسمها الحق في الحقيقة للمواطن، مش للمؤرخ، للمواطن. علاش مهمة؟ لأنه هي جزء من السيادة الوطنية. السيادة الوطنية عندها علاقة مباشرة بالحقيقة. الهيئة عندها ناس تشكيلها، جدا
65,000 شكاية لكن بقوا كيف صافينا ولو 63,000 ناس جاءوا قالوا ما تظلمنا والدولة انتهكت لنا حقوقنا ومجال عمل الهيئة هو حينما الانتهاك يصدر من أجهزة الدولة كيف نزول استعارك وظلموا بعض ومقاطوا بعض ما هيش متابعة عنها لن احنا ما نتلهيه إلا بالانتهاكات اللي قامت على أيدي أجهزة الدولة أو حدثت باسمها هذا اللي احنا عنا فيها صلاحيات جيني تقول لي ما تجبتش الدولة ما نشكل نجبت هنا فانو تقول تجبت كيف الدولة اللي خارج هذا ما تجدوش ولا جيني بيجيوني ناس يجيو يقول لك لا ما عندك العرفة ما تجبتهاش الدولة هذه بس من جملة الشكاوي اللي بلغت الهيئة جاونا شكاوي متاع ناس اللي ضربوا الحقبة هذه متاع الاستقلال وهي حقبة مهمة برشا لأنه التو ما مكشفناش على كل الحقائق وإن شاء الله سي عبد الجليل تتحفنا بسلسلة من الندوات والسيمينارات كيف ندومها لأنه مازلنا بحاجة إليها ومازلنا مكشفناش على من طلع شر اللي كنا نعرفوه شو شكاولنا من جملة ما شكاولنا ساعة حبيب ذكركم اللي ثم شهادة ثمينة جدا وعملها عند الزادة سي عبد الجليل حمادي غارس غرس قال أشياء دقيقة جدا مش بريد شخص دقيق كيف الناس اللي أقلوا شهادات اليوسفية عاركوا ما كانوش اسمه يوسفية كل بروحهم كلهم متسافرة نعطيك صح تعاركوا علاش على اتفاقية 55 مش على وثيقة الاستقلال كي جات وثيقة الاستقلال فرحوا ولو هما يراوا اللي هي وثيقة كما وراها الأستاذ هي ورقتي اتفاقية 55 مجلد فرق اللي اشتاولنا قالوا لنا ناخذ المثال نتاع جبل أجري جبل أجري جاونا أهالي قالوا لنا أهالينا قبلتهم فرنسا في 56 جوان وجويلية وأوت 56 احنا مستقلين وما يقبلوا فينا وتلمون صار رعب على بوك من لجان الرعاية اللي يجي يدفن المالية في المقتولين في جبولات يجي ويوقفوه تلمون رعبوا لهالي ما دفنوش أهاليهم ما دفنوش الماليهم قعدوا إلى يومنا هذا الرفات بتاعهم منشورة على جبولات ومشات الهيئة قامت بالفرق اللي تشتغل على هذا الحقبة هذه مشات الجبولات متاع أجري متاع جيت عبادة متاع جيت قبس هو سلسلة كاملة عبادة سلسلة كاملة كانت تحصل فيها المقاومة قديك كانت المقاومة و يجلس ومعناها الجبولات هذيك كانت هي اللي فيها المكان اللي فرنسا ما قدرتش عليها جينا بحثنا كلمة الرفات جمعناهم وعدنا الأهالي باش نكشفوا الحقيقة على أي شنو السياق اللي خلاهم وقع معناها قتلهم بالطريقة هذه شنو اللي خلاهم ما يدفنوش الحق في الدفن يا ربي حق أن تدفن مين ما فماش والحق على شفينا للتوى بعد الثورة نزلوا كروفات منشورة لقينا منهم اللي لميناهم ومش نحاول بالتعاون إن شاء الله يقبلوا الولايات ولقيناهم وقلنا لهم باش نعملوا جبانة يعني ذكرى فاكرين الأماكن اللي هما يحبوا الأهالي خاطر ما نسميش جبانة سنترال راهو اللي اقتنى هيك السنتراليزاسيون في المركزية المنطقة راهو تاريخ تونس موجود في كامل تراب تونس وحفظ الذاكرة بتاع التوانسة يلزمها تتوجد في متاحف في كامل تراب الجمهورية والجبانات اللي نكرموا فيهم شهدانا يلزمهم يتوجدوا في كامل تراب الجمهورية مش مركزوهم في مكان ونحن ننساوهم إذن هم عندهم حق في جبالة تحيي ذكرى الشهداء بتاعهم والتوانسة الكل في شوارين جروها إلى آخره شينا نبحثوا على الوثائق اللي تخلينا نفهموا علاش احنا مستقلين وتون وفرنسا بالطائرة نتاعها يقبل علاش شينا نبحثوا في النصوص كما يعملوا المؤرخين خاطر احنا شنو هي الاثبات الوثائق التاريخية بعثنا فريق من النوط ومن
هادشي بنات بتاع لي ديبلوماتيك في باريس وتاع لي موجود زادة في اكس وعملنا خارطة أرشيفية للأرصدة اللي موجودة خارج تونس واللي في تونس أيضا ولمينا الكتب التاريخ هذين واللي انت عملتهم في عبد الجليل يعني اللي فات في عقلنا شيناهم وموجودين عنا والمؤرخين اللي عنا في الهيئة قراوهم وحاولوا يشوفوا شنو اللي عنا من المعلومات اللي تخلينا نفهموا ماذا حدث لمن ولماذا. من جملة الوثائق اللي قراها وثائق تفيد اللي في 58 إلى حدود 58 الجنوب التونسي جيل قبسة وجيل تطاوين ما نتصرفوش فيها والشمال بنزرت تونس المستقلة ما تتصرفش فيها ومكتوبة في الأوراق وفي النصوص. اعتبرنا على سلسلة من المراسلات اللي كان يكتبها في 55 ولا اسمه ما كانش كان مقيم عام قبل 55 ممثل فرنسا حاكم تاعنا اللي يحكم فينا بعد 55 ولا اسمه المفوض الثاني وفي 56 ولا اسمه سفير لكن نفس الوظيفة كانت تقوم بها فرنسا بنفس بتسميات مختلفة. بعد 55 لك أنت تقول أنا قاعد أقول اللي لقيناه احنا رانا ما لقيناش كل شيء وما نعرفوش كل شيء وما نش مؤرخين مش تبدأ الأمور واحد احنا هيئة دورها كشف الحقيقة على الانتهاكات وفهم السياقات اللي صارت فيها الانتهاكات. احنا لقينا مراسلات كان كان اسمه مقيم من بعد ولا مفوض ثاني زي سي روجي سيدو. المراسلات تاع روجي سيدو مهمة جدا ومفهوم سيد عبد الجليل انك صلت عليها الاضواء خاطر كم هائل من المراسلات يحكي لك بالتفصيل يوميا المحادثات اللي كانت تصير مع الفريق اللي كان يتفاوض على رأسه زعيم تحرير بورقيبة. أنا ما نقولوش نسيته كزعيم، أنا نقول زعيم الأنوس كزعيم وكلم زعماء وكلم زعماء تاعنا حتى واحد ما عنده الحق باش ينكر في الجهة الأخرى ما قدموا للشعب ولا البلاد هذيا وما عندناش الحق كما قالها سي حمادي غرس أنو جماعة نسميهم عصابة مفسدين ويحاكمونا في المحكمة العليا كعصابة مفسدين والآخرين نكرموهم ونجلوهم ونعملو لهم إحياء ذكرى. نكرمو هذوما زادة ما نسالش، خلي الحقيقة تسري على الجميع وخلي إكرام شهدائنا واللي قاموا بالتضحيات خلينا نكرموهم الكل. خلينا نسبوا هالحقائق المطلقة اللي كل واحد يسخر روحه عنده كما يقولوا بالتونسي احنا بالدارجة بالسيد من قرن. ثم السيد، ثم التاريخ، ثم أخطاء تاع بشر، ثم منجزات تاع بشر، وثم بطولات تاع بشر. خلينا نشوفوهم هذوما الكل، نشوفوهم في حقيقتهم ونرجعوا نستملكوهم. حق كل مواطن تونسي موجود على التراب هذا أنه يعرف تاريخه كما هو والتحمل أن يتصالح مع تاريخه. أنا عارفة مع تاريخنا، خلينا نتصالح مع تاريخ اللي مصالحة نتيجة إلا بمعرفة الحقيقة بكشف الحقيقة كاملة كاملة. إذن كيف جينا نبحث وحينا على المرسلة هذه وقينا أيضا عركة في المرسلة والقوة ما بين الفريق اللي قاد الاستقلال ونفذ الاستقلال وبدا يبني في الدولة الحديثة فرنسا. هاي صارت عركة ما نبسطوهاش، لكن السؤال اللي عندنا الحق باش نتفوه، هل كانت العركة في مستوى التحديات؟ هل كانت العركة في المستوى المطلوب؟ هل كان بالإمكان أن نتحصل أكثر من اللي تحصلنا عليه؟ هل لا؟ خلنا نسأل نتركهم كل رسالة هذا السؤال خلنا نجاوبوا عليه. قال سي صافي سعيد إجا أقنعوني ونصعد نبدل رأي أخويا، إجا أقنعونا نبدل رأينا ونقولوا اللي تهدوا نقولوا لما عارفين ويفيد هذه الحقائق. كيف نكتشفوا؟ نكتشفوا اللي و سي بشروط قال أقرع ثم مصطلحات في وثيقة الاستقلال ما نشوهاش مش عراوة على خاطر خايفين عليها، بالعكس هذيك كانوا فرحين بها تونس كلها. شو ذو أبي خاطر ما هيش من ذا تحت البرد
كان جيم اللوتا اسمه احمد جيم اللوتا، اقراوا كل ما كتب على طه بن عمر وتتفهموا اش مكتوب. ثم حاجه اسمها لانتر دي كوندونس، كتبوا عليها ايش نفحوا على اشنو هالمصطلح، شنو هالمصطلح بتاع انتر دي كوندونس التداخل. هل فرنسا عندها الحق تدخل فينا واحنا عندنا الحق تدخل فيها ولا هي سانسيونيك؟ هل هي سانسيونيك؟ يعني فرنسا تدخل فينا واحنا ما ندخلوش فيها؟ هذا السؤال بتاع كان جينا على قدم المساواة وندخلوا في بعضنا الكل بدي حاجة دالية. وخلي الاتفاقية 55 تأكد عليها حرية التنقل ما بين فرنسا وتونس كاملة مفلش بزا هاي خود سايبوا همسيج نخبروا عليكم تحبوا نستغلوا مع بعضنا الخبايا العرب بتاعنا يجيوا مرحبا بيكم. أما خلينا نشوف إذا نحن نخبوا غادي في عندكم، خلينا حتى احنا نشوف شو اللي يعجبنا ونخذوه، خلينا نعملوا تبادل هيك هيك نعملوا على قاعدة أما ورينا نعملها على سوسيو. نقطة أخرى مهمة كانوا يخفوا عليها ساعة الجيل ومصطلح موجود هو في البروتوكول يقول لك توا تونس ولات مستقلة وباش نلغي نحضروها الإلغاء اتفاقية 81 اللي هي أفضل من اتفاقية 55 أفضل. قال لك يا أخي أبروجي نجيب ال 55 شو يقول لك عليها 55؟ يقول لك شو تلغاها؟ يقول لك تنجم تتغير أو يوقع لابروكاسيون الغاء بعض البنود منها باتفاقيات أخرى. معناها ما لم نلغي بنود اتفاقيات 55 باتفاقيات أخرى هي سأذهب نسيت خليني ما لم نلغي باتفاقيات أخرى هي سيرت مفهوم. المالك يجينا نقراو الغي نتاعنا جدول يقرا اشنو ما الاتفاقيات اللي صاروا بعد 56 وانا هما اللي ما صاروش ونشوفو اشنو نقاو. نقاو ثم اول اتفاقيه صارت بعد 56 التي الغت الاتفاقيه 55 في مجال العداله والقضاء 57 مارس 57 ثم اتفاقيه جديده تلغي القديم وتحدث الجديد فيما يخص القضاء. فما اتفاقيات تعدل وموديفي وابروجي تعدل اتفاقية 55 في مجال العسكر والدفاع والأمن القضاء بدلوها بال 57 أول واحدة موجودة هي بتاع القضاء. إيش تقول بتاع القضاء الجديدة؟ تقول التوانسة معنى محاكم التوانسة معنى الحق يحاكم الفرنسيس باش تنجم فرنساوي تقاضي يلزمك تجيب له قاضي فرنساوي معاك باي خلي لك التونسي يقعد معاه ما يسالش يعني يلزم فرنساوي معاك. من بعد يقول لك القضية الأرشيف راهي قضية مهمة جدا جدا جدا. من يملك الأرشيف يملك المعلومة ومن يملك المعلومة يملك السلطة وسلطة القرار. أرشيفاتنا نتاعنا كل نتاع القضاء كلهم يجيو عندهم. أرشيفاتنا نتاع الأمن كل يهزوها. هذا الوقت اللي يجي عليكم أنا مدير الأرشيف يقول لي ما عندك الحق تحط خشبك فيها. قولوا أنت إيش عملت باش تسترجع الوثائق؟ وعندك اتفاقية مع الأرشيف الوطني الفرنسي التبادل وإيش جبت أنت؟ أشنو اللي جبته تونس؟ وشنو وظفت تونس باش التوانسة يكون عندهم أن أكسير أن نفاذ إلى المعلومة اللي جبتها. شو اللي عملت أنت؟ مشيت الشوية اللي جبته خبيته ممنوع باش تنفذوا عليه يكونوا أرخي بس عبد الجليل باش تنفذ ماكش مؤرخ ما تنفذش برا جربوا أو أقول لكم طبعا برا وجربوا أنفذوا إلى الأرشيف الوطني جربوا أول حاجة ساعة معاملة مع تاريخنا ماهيش سريعة ولازم تغيير القانون تاع 88 لازم يتغير هذا نتاع الأرشيف لازم يخلي خلينا عاود كيما تكتب الإنترنت نتاع الأمريكان تنفذ وإحنا نتاع بلادنا ما نفذلوش حتى كي نجيو نشدوا صف غادي ما عندكش حق تدخلوا
لما تجيب وفيه انت تبحث في التاريخ هو مؤرخ هو بيحضر معنى يجيب برشا بشيء باش نجم تدخل وتدخل وتدخل في كل شيء زي الرجل ذكرتم انتوما الاتفاقيه اللي تم اللغه باش نلقاو مراسلات حلوه برشا تولي اللي صارت عركه راهو مشي الفريق اللي يحكم بعد ما صفى الفريق اللي ما حكمش ولهنا باش نجيو التصفيات حتى صارت التصفيات مش مسموحه بالقانون فيها خلق القانون فيها انتهاك القانون فيها انتهاك حقوق التوانسه اللي معاهم هذه ما فيهاش حتى مجال للنقاش او للتلاعب فيها قتلت صالح بن يوسف يلزم كشف الحقيقه عليه شكون قتلوا كيفاش واحنا نوعدوكم في الهيئه اللي كل ما نتوصل اليه وقاعدين نتوصل الى حقائق سيكشف وسنمد جميع المؤسسات نتاع الدوله وغير الدوله والخواص واللي يحب انه يطلع على الوثائق هذه متاحه لهم وهذا حقهم حق مكفول بالقانون والدستور يعني برشا راه فما اي باش نحاول جيت باش نعطي حاجات اللي كانت مهمه من جمله العركات اللي تصير في هالمراسلات هذه يجيو يقولوا لهم العذور ونبدا نتاعكم يعطيونا باللغه الفرنسيه الوثائق نتاع المعاينات نتاعهم يجاوبوهم القضاه يقولوا لا احنا خليهم ونكتبوا بلغتنا ومكتوبه لتونس لغتها الرسمية هي العربية ولكن اللغة الفرنسية ليست لغة أجنبية هذا مكتوب ذلك هذيك الرسمية وداخل لغة ما هيش أجنبية شنو اللي ما هيش أجنبية شنو هي شنو مكانها عركة كبيرة باش يطبقوا الاتفاقية تاع 58 تاع باش يوصلوا يستعملوا اللغة العربية راهو علاش على خاطر الاتفاقية تاع 55 تاع اللغة تفيد الوثائق الرسمية باللغة الفرنسية راهو ما نظلموش الفريق اللي كان يحكم راهو عارك على الحكاية هذه مش يجاوبوهم من جملة العركات اللي عملوهم يقولونهم راهو احنا توا مستقلين في الاتفاقيات الاقتصادية اللي موقعش الغاها كيما بتاع اللغة موقعش الغاها الاقتصادية موقعش الغاها ني باروبروغاسيون ولا موديفيكاسيون دونك قاعدة تساعد الاخر وباش تتعدل وقت اللي تصير اتفاقيات جديدة كل مرة فمعنى جديدة إيش يقول إيش يقول يقولوا إحنا لا مستقلين يعني الحكومة يعني بعض رسائل جيل الحكومة يقول الميراث الفلاني يقول إيش يجيبون يقولوا لا إحنا قلنا لكم وبصريح الكلمة كل من لم يوقع إلغاء صراحة باتفاقية جديدة هو ساري المفعول والاتفاقية الوحيدة اللي عملناها معكم هي بتاع الخبر أخي ما زلنا ما عملناش معكم وبالتالي ساري المفعول وبالتالي وقت اللي هاي أجاب وكشفت هذه الحقيقة راهم من احنا ما جيناش عملنا ابتهال وعملنا شيطنا بالفريق اللي الى نيغوسي الاستقلال اللي فاض على الاستقلال جينا قلنا راهي فرنسا ما سلمتش في تونس بالسهولة هذه وراهي خلت كلها موجودين في تونس بجملة من الاتفاقيات وهالنتيجة نتاع هذه خلتنا احنا كيما كيما احبل في رقبتنا والمسيرة نتاع تنفيذ الاستقلال راهي كانت مرتهنة بسبب العلاقة التي لم تفك في هذه المرحلة هذه هذا هو شيء قلناه ما قلناش شيء ثاني وقلنا وش جبتوا انتوا موضوع الناسيوناليزاسيون التأمين هو في الحقيقة مش ما صارتش تأمين صارت لكن بأي طريقة في بلدان اللي تحكي على التأمين والمصالحات اللي احنا وصلتنا تأمين انه انت بيجي عندك شركة تستغل في البوارد بتاعك نجي نفك هيك وكابور هذا شنو فهم واحد لكن صار تأمين بالنسبة للتوانسة لبعض القطاعات باش نشريو بالعملة الصعبة هاك الشركة او هاك المقاطعة او هاك الوحده اللي ولات تونسيه الدوله سالت الشركات صارت بالشراء واحنا ما عندناش فلوس فشرينا برافو عليكم وباش نبداو في المسلسل بتاع التدين يجي بعد ما يستغلها ويحصلها كي القارصه وما عاد فيها حد شيء يبيع حالك بالسوم الغالي بالديون اللي مكتب عليك وتعدي حياتك وانت تخلص الديون
دونك الشيء اللي الهيئه قالته مش سهاد بن سدرين قالته الهيئه هيئه الحقيقه والكرم هذا جهد نتاع تاريخ كامل مش نتاع شخصي انا عبرت فقط على الشيء اللي فريقه توصل اليه قلنا فقط يلزمنا نسائل هالحقبه هذه مش باش نعملوا محاكمه للنقاد ولا ذي ممكن ثم اشياء عملوها ما كانوش كانوا يعملوها ممكن اشياء ما عملوهاش وكانوا عملوها هذه نجم زاد نسالوا عليها هذه مصلوح به لكن احنا نحبوا نسالوا هالعلاقه مع فرنسا التي معناها كبلتنا اقتصاديا وارتهنت يعني السياده السياسيه بالالتزام السياده الاقتصاديه وبالتدين التدين مش على خاطر شركه تاع عكاكه هذيك تدين مش الشركه تاع عكاكه هذيك هي مازالت موجوده ليه باوينا باوينا وتدينا بها اي ما باريزا وثلاث كلها ممكن واحده تكون اذا اخر كلمه ميساج تاع عبد الجليل اخر كلمه نقولها هو اني اليوم يلزمنا نواجهوا هذا التاريخ نواجهوا هذه الحقائق نواجهوا بكل شجاعه وكل رسالة وكل مدين ما جيناش لا باش نعاود نوصفوا مشانق فيكتوال كما يقولوا ولا باش نحاكموا أي إنسان باش نفهموا شنو اللي صار لنا علاش صار لنا وشنو المطلوب اليوم واليوم مطلوب كيما الجزائر طلبت الاعتذار لفرنسا على الجرائم الاستعمار من حقنا أن نطالبوا التعويض التعويض والاعتذار بالطبع لكن مش برك الاعتذار سهل ساعتها والاعتذار كيما متعدى اما التعويض انت لليوم هذا وانت تكركري في الديون ساعه اجي نعطيك فاتوره نتاع ولهنا وزالي بتات مزالي فاتوره اللي انت خذيته من عندي ببلاش اعطيهولي ميساج الديون كامل نخلصهم اعطيني اللي خذيته ببلاش شكرا عفوا